استأنفت جامعة صنعاء الدراسة في جميع الكليات بعد أسبوع من تعليقها على خلفية قيام طلاب متظاهرين بمحاصرة اجتماع لمجلس الجامعة. مصدر في رئاسة الجامعة أوضح أن لجان التحقيق في المشاكل التي حدثت في بعض الكليات ومبنى رئاسة الجامعة ما زالت تباشر عملها، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة أعطى مهلة للجان التحقيق لإنهاء عملها وتقديم تقرير متكامل بنتائج التحقيقات للمجلس خلال أسبوعين. وفي هذا الشأن اتهم وزير التعليم العالي هشام شرف أطرافا سياسية بالسعي إلى تحويل العملية التعليمية في الجامعات اليمنية إلى عملية سياسية. وأكد شرف في تصريح لقناة آزل رفض الوزارة لمثل تلك التوجيهات، مشيرا إلى أن لجنة خاصة تحقق في الأحداث التي شهدتها جامعة صنعاء وأدت إلى تعليق الدراسة فيها. هو حسب ما وصلني من مجلس الجامعة ومن رئيس الجامعة، مجموعة من الطلاب استغلوا بعض الظروف الأكاديمية لإثارة مشكلة مع الأخوة في كلية الهندسة، وحصل كما ذكرت أغلقت القاعة أو أغلق مكان الاجتماع على مجلس الجامعة لفترة طويلة جدا، يعني كان المدرسين موجود والأساتذة ورئيس الجامعة، وهذا سبب إرباك كبير جدا قيادة جامعة صنعاء أن تحصل مثل هذه الإهانة لمجلس الجامعة. وعلى ضوء ذلك رئيس الجامعة اتصل بي وأفادني بتعليق الدراسة في جامعة صنعاء. الآن هناك تحقيق جاري في إطار جامعة صنعاء، في إطار الجامعة. هذا التحقيق سيتناول كل الأشياء التي تمت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء عندما حصلت المشكلة، والتحقيق سترفع إدارة الجامعة إلينا ونعرف من خلاله من كانوا موجودين هناك، سواء كانوا طلاب أو كانوا في طاقم جامعة صنعاء، ماذا حصل. وستكون هناك طبعا إجراءات بشأن من تعدى على القانون والنظام. في الموضوع مش موضوع نيابة في الأساس، الموضوع هو إعادة الهيبة والمكانة لجامعة صنعاء. جامعة صنعاء هذه هي تعتبر يعني مكان أو مصنع النخبة، من سيخدمون البلد، من سيكونون هم جيل المستقبل الذي يحكم اليمن. وبالتالي ما حصل في جامعة صنعاء لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمكن أن يتكرر، وبالتالي لابد من وضع حد لمثل هذه الأشياء. هناك من يريد أن يحول العملية الدراسية أو عملية إدارة الجامعات إلى شأن سياسي، هذا الكلام نحن لسنا يعني في إطاره. الجامعة هي الجامعة، هي مصنع العقول للمستقبل، هي مكان للدراسة ولل يعني تخريج أبنائنا الطلاب، يخرجوا من هذه الجامعات بتخصصات تفيد البلد. النشاط السياسي مسموح، لكن يكون نشاط سياسي خارج إطار الجامعة حتى لا تؤثر التجاذبات السياسية على سير العملية التعليمية. نحن ضد أي محاولة لتحويل أي جامعة كانت أو أي منشأة تعليمية إلى منبر سياسي أو إلى مكان لتجاذبات وصراعات سياسية.